صباح الخير أو مساء الخير. النهاردة هناخد الدرس الرابع وهنشرح فيه الإيقاع. إيه هو الإيقاع؟ هو حاجة اسمها الريتم أو التيمبو، أوكي؟ اللي هو لما بسمع موسيقى معينة أو بسمع أغنية في ناس بتسقف معاها، ده الإيقاع. في ناس بتهز راسها، هو ده الإيقاع. فالموسيقى مش بس نغمات، هي كمان نغمات وإيقاع بيكملوا بعض عشان تطلع أغنية أو تطلع أي موسيقى بسمعها، أوكي؟ فتعالوا النهاردة نتعلم الإيقاع، واللي هو بيظبط لي how قد ايه انا بستنى في كل نغمة لما بكون بعزف، او قد ايه انا بستنى في النغمة او في الكلمة لو انا بغني، اوكي؟ يلا نشوف ايه هو الايقاع. اول حاجة بتعلمها هي حاجة اسمها مدورة كده واسمها راند. راند انا بعزفها وبستنى 2 3 4، يعني هعزفها واستنى 2 3 4، play 2 3 4، اعزف 2 3 4. هاي تاني واحدة برضو مدورة كده بس عندها عصاية، دي اسمها بلانش. بلانش بعزفها وأقول 2، أستنى يبقى هعزفها 2، أعزفها 2، أوكي؟ تعال نشوف الروند التاني، بسقفها 2 3 4، بسقفها 2 3 4، بلانش بلانش 2 تاني، بلانش 2، برافو. طيب هاجي بعد كده عندي واحدة كده سودة بعزفها، هي مجرد 1 1 1، نوار اسمها نوار نوار نوار، very good. بعد كده عندي واحدة تانية شبه النوار بس عندها ديل كده اسمها كراش. كراش كراش هي نص النوار، يعني 2 كراش بيساوي 1 نوار. بكتبهم كمان بالطريقة دي، بدل ما بحط تيل وتيل ديل وديل ليهم كده بحطهم مع بعض وبروح حطهم بعصاية واحدة، اوكي؟ طيب بتتعزف ازاي يا ترى؟ انا لما قلت دي الاتنين منهم بيساوي 1 نوار يبقى لازم اعزفهم في الوقت بتاع النوار. يبقى انا لو دي هتعزف نوار نوار نوار، دي هتعزف تا 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 تي تا تي، اوكي؟ يبقى انا الاتنين دول في نفس الوقت بتاع واحدة بس، اوكي؟ تعالوا نشوف لو في واحدة كمان اصغر هيبقى عندي شبههم برضو بس عندها 2 تيل، دي اسمها دوبل كراش. دوبل كراش دوبل كراش الاربعة منها اهي 4 دوبل كراش بيساوي برضو
نوار، بكتبهم كمان بالطريقة دي. الأربعة بروح مسكهم مع بعض بخطين، أوكي؟ طيب إذا كانوا بيساووا واحد نوار فده معناه إن هيبقى بس سريع قوي، صح؟ أنا لو دي نوار ودي أربعة دوبل كروش هعزفهم في نفس الوقت بتاع النوار، هيبقى طفا طفي طفا طفي طفا طفي. اوكي تعالوا نعملها بالتسقيف دي، طفا طفي تا 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 تا. برافو. تعالوا نشوف الكراش، اتنين كراش بام 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 بام. تعالوا نشوف النوار، نوار نوار. تعالوا نشوف البلانش، بلانش تو بلانش تو. جريت. تعالوا نشوف الروند، روند تو ثري فور. اجين روند تو ثري فور. هايل، فيري جود. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف انا هعرف ازاي هقرا. لازم عشان اقرا واشوف قد ايه الوقت بتاع كل واحده، يبقى انا لازم اعرف ان في بشوف اتنين اربعة فور اكزامبل محطوطه في بدايه النوته اللي هشوفها. اوكي اتنين اربعة يعني ايه؟ اتنين اربعة معناها اتنين من النوار في كل مزورة. ايه هي المزورة؟ مزورة يعني انا من هنا للخط ده، دي مزورة. من الخط ده للخط ده دي مزورة. من الخط ده للخط ده دي مزورة. ودايما انا لما بقفل اي جملة موسيقية لازم بحط دبل بار، خطين كده علشان اخلص الموسيقى. فور اكزامبل دلوقتي هو بيقول لي اتنين من النوار في كل مزورة. طيب انا ممكن احط ادي واحدة نوار وادي اللي بتسويها، صح؟ مش الاتنين دول بيساوا واحدة، يبقى انا واحد اتنين. اوكي ممكن احط واحدة كده اربعة، صح؟ أربعة دوبل كراش وواحدة نوار. وممكن أحط واحدة بلانش. تمام. طيب أنا لو هعزفهم هيبقوا إزاي؟ تا تا تي تا فا تي في تا تا آ. great. يلا نسقفهم من أول هنا. أوكي تا تا تي تا فا تي في تا تا آ. one more time. مرة تانية. تا تا تي تا فا تي في تا تا آ. very good. bravo. okay. أنا ممكن يجي يقول لي three four أو ثلاثة أربعة. يبقى هو بيقصد إيه؟ الأربعة دي قلنا اسمها، كأنه بيسألني قولي عايز تلاتة نوار. تمام. طيب أنا ممكن أحط واحدة من دي وواحدة من دي وأقفل المزور. يبقى أنا عندي دي واحدة ودول اتنين، يبقى أنا كده تلاتة. تمام. طيب ممكن أحط واحدة من دي وواحدة من دي وواحدة من دي واقفل. شوفوا كتير قد ايه، بس هما تلاتة بس، لان دي بتساوي واحدة ودي بتساوي واحدة ودي بتساوي واحدة، صح؟ I'm sorry. وبعدين ممكن احط كده
واحده بلونش وواحده نوار وقفل خالص. تعالوا نشوف هتبقى ازاي. تا تي تا ا كفا تي في تا تي تا تا ا تا. Very good. يلا نسقفها. Okay. تا تي تا ا كفا تي في تا تي تا تا ا. One more time. Okay, مرة تانية. تا تي تا ا تا فا تي في تا تي تا تا ا تا. Very good. طب لو الي اربعة اربعة نفس الفكرة، اربعة من النوار صح؟ تعالوا نشوف هنعملها ازاي دي. ادي اول واحدة تاتي تا تا واقفل صح؟ عشان دول الاتنين بيساوي واحدة نوار، ودي بتساوي اتنين، ودي بتساوي واحدة صح؟ تمام. طيب انا ممكن احط كده أربعة دوبل كراش ومعاهم واحدة نوار ومعاهم كمان واحدة دوبل كراش، أوكي، وواحدة كراش نوار، وفي الآخر هحط واحدة روند وأقفل. الأربعة دول بيساوي واحدة نوار صح؟ ودي نوار، يبقى دي واحد اتنين، والاتنين دول بيساوي واحدة نوار، يبقى كده تلاتة، ودي بتساوي هي النوار، يبقى أنا عندي كده أربعة، والروند هي نفسها بأربعة. أوكي؟ يبقى أنا عندي تا تي تا ا تا تا فا تي في تا تا تي تا تا ا ا ا. Okay, let's clap it. يلا نسقفها. تا تي تا ا تا تا فا تي في تا تا تي تا تا ا ا. Sorry, أنا إيدي كانت مغطية. اوكي تعالوا نعملها مره تانيه. اوكي يلا. تا تي تا ا تا تا فا تي في تا تا تي تا تا ا ا ا. Very good. برافو برافو برافو. تعالوا اكتب لكم اللي أنا كنت بقوله، يعني ليه بقول ده. For example، الروند بتساوي واحد اتنين تلاتة أربعة، عشان كده بعزفها واستنى اتنين تلاتة أربعة. أوكي. البلانش بتساوي اتنين من النوار. أوكي، يبقى الروند بتساوي أربعة نوار، البلانش بتساوي اتنين نوار. انا كنت بقول تا ا ا ا عشان هي اربعة. تا ا ا ا. اوكي تعالوا نشوف البلانش، هي بتساوي اتنين، انا بعزفها، فلما بعزفها بقول تا ا. اوكي تعالوا نشوف النوار، هتبقى تا. اوكي هتبقى تا. الكراش هتبقى تا تي. برافو.
الدوبل كراش هتبقى تا فا تي في. To make it easy عشان تكون سهلة. Okay. يبقى أنا هنا تا آ آ آ هنا تا آ هنا تا هنا تا تي هنا تا فا تي في. Very good. تا تي هنا تا فا تي في. Okay. رائع جدا. عرفنا النهارده التيمبو او الريذم او ال يس الايقاع. برافو الايقاع. ده الايقاع. وعرفنا النهارده ان في عندي 2 4. لما اشوف 2 4 معناها ان انا هعزف احط 2 من النوار في كل مزورة. اوكي. لو 3 4 يبقى هحط 3 من النوار في كل مزورة. لو انا 4 4 يبقى هحط 4 من النوار او ما يساويهم في كل مزورة. يبقى احنا عرفنا الايقاع النهاردة. هعلمكم كمان حاجة سهلة خالص هنتعلمها عشان احنا خدنا قبل كده اللي هو الداري مي فصل لا سي دو. صح. عايزين نعزفهم بقى بس مش النهارده. اوكي مش النهارده. احنا لسه عايزين نتعلم ارقام الصوابع. تعالوا نتعلم ارقام الصوابع النهارده. اوكي هوريكم حاجه كده سهله قوي. لو حطينا دي كده اوكي وهحط ايدي كده تمام هرسمها. ادي الصابع ده بسميه 1، الصابع ده بسميه 2، الصابع ده بسميه 3، الصابع ده 4، الصابع ده 5. شفتوا؟ يبقى ده 1 2 3 4 5. صغير طلع كبير. اوكي لو حطيت ايدي كده الصابع كبير برضو اسمه 1 2 3 4 5. يبقى انا الصابع الكبير برضو 1 2 3 4 5. يبقى انا عرفت ايه؟ ان انا الصابع الكبير كل صابع الشكل التاني عنده نفس الاسم نفس الرقم 1 2 3 4 5. تاني 1 الكبير 1 اللي بعديه 2 اللي في النص 3 الصغير شوية ده 4 الصغير خالص هو نمرة 5. اوكي يبقى انا عرفت النهاردة كمان ارقام الصوابع. طيب احنا لو جينا هنا وكتبت لكم اللي احنا خدناه قبل كده فاكرين اللي هو السلندو. بحط هنا وافتح صال. اوكي وبعدين هحط دو ري مي فا صال لا سي دو. اوكي فاكرين دي دو الوسطى اللي في نص البيانو بالظبط بتكون هنا. اوكي طيب انا لو هقول هعزف الايد اليمين اوكي هبتدي بالدو وبسبع نمرة 1 ري بسبع نمرة 2 مي بسبع نمرة 3. انا عندي 8 نغمات عايزة اعزفهم بس عندي 5 صوابع بس. Right. فهعيد تاني بالنمرة 1 2 3 4 5.
غريبة صح؟ واحد اتنين تلاتة وبعدين هنزل من تحت وعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. اوكي let's see يعني ايه اللي احنا بنعمله ده. لو انا هعزف بيانو يبقى لازم اعرف ان في حاجة اسمها good position. ايه good position دي؟ لازم ايديا تكون مدورة كده مدورة. بس انا معايا كرة لو احط ايدي كده واشيل الكرة ايدي لازم تفضل شكلها كده. اوكي يبقى هعزف ازاي بالشكل ده؟ واحد اندو، اثنين في الري، ثلاثة في المي، وانزل من تحت واحط واحد تاني في الفا، وبعدين صال باثنين، لا بثلاثة، سي باربعة، دو بخمسة. طبعا انا بعمل الكلام ده بسرعة شوية النهاردة، في ناس هيبقى ده سرعة شوية عليهم. احنا الحصة الجاية هركز اكتر معاكم في ارقام الصوابع والوضع الكويس بتاع ايديا. اوكي والحاجة التانية هنزبط مع بعض الايقاع. ده كان حاجة بسيطة كده علشان تعرفوا لو في حد مستعجل شوية. انا عارفة في ناس حاسة انها عايزة تتعلم اسرع شوية. فاحنا النهاردة تعلمنا شوية حاجات اللي هي ارقام الصوابع، تعلمنا الايقاع، تعلمنا الاتنين اربعة والمزورة بيبقى فيها كام لما بشوف التلاتة أربعة أو أربعة أربعة اثنين أربعة. عرفنا إن الروند بتساوي أربعة نوار، إن البلانش بتساوي اثنين نوار، النوار هي واحدة، والكراش بتساوي واحدة. اثنين كراش بيساوي واحدة نوار، يعني الواحدة كراش هي نص. أوكي نص النوار. والدوبل كراش هي أربعة منها بيساوي واحدة نوار. أوكي يلا أنا مبسوطة قوي إن أنا بشوفكم، أكيد إن أنا هشوفكم قريب تاني، وياريت نعمل سبسكرايب عشان يوصلكم كل الحصة الجديدة. أوكي بحبكم جدا وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم على خير قريب. أوكي يلا مع السلامة ويا رب تكونوا بخير وتذكروا اعملوا براكتس للي خدناه. بحبكم، سلام.